أخبار اليوم. حاليا احنا داخل مدرسة اسكان بمنطقة الأميرية، واثناء ما احنا بنتجول في اللجان اتفاجئنا بلجنة 116 داخلها اصغر مستشارة شفناها رانا احمد بركات، واجمل مستشارة على مستوى الجمهورية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. كنا عايزين نعرف التنظيم تم ازاي بتاع الانتخابات، وازاي قدرتوا السيطرة على اللجان الانتخابية؟ بناء على التعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ولو في اي سلبيات بتبقى بنحاول نحضر بيها. طيب في سلبيات قابلتك لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي لسه. طيب ممكن حضرتك تكلمينا عن نفسك كأصغر مستشاره، وازاي تم تأييدك في الكشوفات انك تنزلي لجان زي كده، وان دي مسؤوليه؟ احنا دفعه 2009، فاغلبنا نزل المرحله الاولى، واحنا نزلنا المرحله دي المرحله الثانيه، واللي نجح في المرحله الاولى بناء عليها كان اختيارنا في المرحله الثانيه بس، وبعد كده كان بناء على اللي هو الترتيب في القرار الجمهوري. ممكن حضرتك تكلمينا عن طبيعه اللجنه، وازاي بتقدروا تتعاونوا مع الناس اللي جايين تدي اصواتهم في الانتخابات؟ احنا بنعمل الصبح محضر اثبات حاله بالموجود في اللجنه، وبنفضي الصناديق، وبيبقى كله شاهد ان الصناديق فاضيه، وبنحط عليها اقفال، وبعد كده بناخد بقى المندوبين بنثبتهم الموجودين وبس. وبكره بقى في الفرز بياخدوا كشوف من الفرز في الاخر خالص، اللي هم عدد الناخبين بتاعهم بس. ممكن تعرفينا نسبة الإقبال قد إيه على اللجنة؟ هو من الصبح الإقبال هنا، اللجنة كلها سيدات، ففي إقبال، يعني إقبال كبير من الصبح. يعني نسبة كم في المية تقريبا؟ لا، ما احنا لسه آخر اليوم بقى هنعرف النسبة كلها، لكن احنا من الصبح شايفين إقبال سيدات، يعني بيجوا من الصبح هنا كتير بس.